والله نايمين كل يعني عائلة في دورها ودور آمنة طبعا، ما فيش يعني لا مقاومة ولا أي حاجة يعني بشكل خطر على الناس اللي سايقنا. الناس كانت في أمان الله، اللي صاحي واللي بيصلي واللي قاعد بيشتغل اللي يسعى في رزقه، اللي هم بخبطوا هنا وبربكوا الناس كلهم، يعني الناس كلها صارت على أعصابها. ضربوا أول دار اللي دار شعلان، وثاني دار دار لبد، ثاني دار اللي هي دارنا دار الطناني، وانتجت على إصابات منهم خطيرة منهم يعني الحمد لله بسيطة. الشارع كله صار يجري على المنطقة يشوف الشهداء ويسعف الناس اللي هم أول ما تكوم الناس كتروا، الناس خبطوا كمان هواي في دار لبن، والناس صاروا يجروا وما يدروا. صار القصف، شفت صاحبي مرمى على الأرض وشفت الدم، وهذه الشضية لحتى الآن سخنة. الحمد لله إن شاء إحنا صامدين صامدين الحمد لله، إن شاء الله بننتصر عليهم. وبكل فخر احنا شعب ما بننزل، وبكل فخر احنا شعب صمود، وباذن الله وفي كل دقيقه احنا واقفين فيها هنا الرباط، وباذن الله كل هذا في ميزان حسناتنا ان شاء الله.